الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. إخواني، هذا هو درسنا الثالث من سلسلة شرح دروس كتاب شرح ابن القاسم الغزي رحمة الله عليه. أولا، قبل بداية هذا الدرس، إن شاء الله نعتذر لمن يشاهدنا عبر وسائل التواصل عن ضياع الحلقة الثانية بسبب عطل فني، إن شاء الله نعتذر عن ذلك. وصلنا في الحلقة الثانية إلى المياه وتقسيماتها، وذكرنا ما ينجس منها، ذكرنا مسألة القلتين. واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ درسنا في فصل جديد، وهو ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. هنا دخل الشيخ في موضوع آخر، وهو كيفية تطهير النجاسات. والعلماء يقولون كان من باب الأولى أن يقول الأعيان النجسة، الأعيان النجسة، لأنها لأن نجاستها نجاسة أصلية وتحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى تطهير. فيقول ويبدأ الشيخ: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. بدأ الشيخ في تطهير الجلود، والجلد هو الجزء الظاهر من أي إنسان أو حيوان. هذا الجزء الظاهر للعيان هو الجلد أو الطبقة الأعلى التي تعلو الشحمة أو التي تعلو اللحم، هذه هي الطبقة، طبقة الجلد. فقال: وجلود الميتة كلها، كلها، هذه يعني تعني أن التعميم يشمل كل الجلود، تطهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. هنا سوى بين الحيوانات التي تؤكل لحومها كالبقر والغنم والإبل وغيرها من الحيوانات التي يجوز لنا أكل لحمها، والحيوانات غير مأكولة اللحم. وكيفية الدبغ، ودخل كيفية الدبغ، ما هو الدليل الذي اعتمد عليه الشيخ أن هذه الجلود تطهر بالدباغ؟ اعتمد على حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أورده النسائي في السنن، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إيهاب دبغ فقد طهر، أي جلد تم دبغه وتطهيره بالدباغ فقد طهر، أي فقد أصبح طاهرا. وبهذا نستفيد من هذا الحديث أن هذا التعميم يستند إلى هذا الحديث النبوي الصحيح. والدباغ هي الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة. ذكرنا أن للطهارة وسائل، وأيضا ذكرنا أن للطهارة مقاصد، وذكرنا أن للوسائل وسائل. فالوسيلة الثانية
هي الدباغ. وكيفية الدبغ أي كيف يدبغ الجلد. الدبغ هو نوع من تنظيف الجلد مما علق عليه من لحم وشحم وغيره، هذا هو نوع من تطهير الجلد. والمكان الذي يطهر من الجلد هو الطبقة التي تلي الجسم، هذه الطبقة دائما لها سوائل، وبسبب أنها كانت ملاصقة للجلد ربما تعلق عليها بعض اللحم، بعض الدم، بعض الشحم، فتطهير هذه الطبقة من الجلد يسمى الدباغ. يقول: وكيفية الدبغ أي كيف يدبغ الجلد، أن ينزع فصول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف. ذكر لنا الشيخ هنا كيفية الدبغ، فقال: هو أن يزيل الإنسان الدابغ، أن يزيل من الجلد كل ما يعفنه، لأن الجلد سيكون عفنا، سيكون نتن الرائحة إن لم نزل هذه البقايا عليه. فقال: هو إزالة ما يعفن الجلد من دم ونحوه، ربما هناك دم بقي على هذا الجلد، وربما يكون شحم، وربما تكون قطعة جلد، يعني قطعة لحم، هذه الأشياء لابد من إزالتها. والوسيلة التي نستخدمها لإزالة ما علق على هذا الجلد هي شيء حريف، مادة لها لذع، يعني مادة عندما تضع في لسانك يعني تحس أنها حارة، عندها يعني لذاعة، شيء حريف. الحريف هو كأن يلذع في اللسان عند ذوقه، كأن يلذع في اللسان عند ذوقه. وهناك مواد كثيرة يستخدمها أصحاب المهن في تنظيف الجلود، ولا مجال لذكر كلها لأنها تختلف في منطقة إلى منطقة. فذكر لنا بعض أمثلة الأشياء التي نستخدمها في تطهير هذا الجلد. الشيء الحريف قال: كعفص. العفص هو من شجرة البلوط، هذه شجرة اسمها بلوط، ويستخرج منها الناس بعض الأوراق وبعض الشيء من هذه الشجرة، وينظفون بها الجلود لأنها تزيل كل هذه الروائح وكل هذه البقايا على الجلد. ولو كان الحريف نجسا، ولو كان الشيء المستخدم لتطهير الجلد نجسا كدرغ حمام. درغ حمام هي فضلات الحمام، هي براز الحمام، هذه أيضا يستخدمها بعض الناس لتطهير الجلد، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز. فقال: كفى بالدبغ، يعني يجوز لنا أن ندبغ أي شيء له هذه اللدغة، هذه الحريف، نستطيع أن ننظف بها الجلد، والشرط هنا أن تزيل الروائح وأن تزيل ما علق على الجلد من بقايا الحيوان الذي قطع منه. فاستثنى من هذا التعميم أن كل الحيوانات تطهر بالدباغ، أو كل الجلود تطهر بالدباغ، استثنى منها شيئين، فقال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هنا استثنى الشيخ من التعميم الذي بدأ به هذا الفصل، فقال: إلا جلد الكلب،
جلد الكلب لا يطهر لا بدباغ ولا بغيره، ومهما غسلناه وطهرناه وفعلنا كله كل وفعلنا معه كل الأفاعيل لا يطهر، لا يطهر. والخنزير كذلك، الخنزير كذلك. وأضاف إليهما وما تولد منهما أو من أحدهما، ما تولد أي ما ولده خنزير وكلب، أو خنزير وخنزير، أو كلب وكلب، أو كلب مع حيوان آخر، أو خنزير مع حيوان آخر، لأن بعض الحيوانات تستطيع أن تتكاثر مع غير جنسها. فمثلا البغل حيوان، تعرفون البغل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بغل، والبغل هو حيوان أقصر من الحصان وأكبر بقليل من الحمار، هو بين الحصان والحمار. هذا الحيوان يتولد من جماع حمار مع فرس مع حصان، هذا الالتقاء يتولد منه بغل، والبغل لا يلد، هو حيوان قوي يشبه بعض الشيء الحمير وبعض الشيء الأحصنة. فلذلك يقول إذا جامع كلب خنزيرا أو جامع كلب حيوانا آخر وتولد من هذا الجماع حيوان، هذا الحيوان أيضا جلده لا يطهر بالدباغ، سيبقى نجسا، لأن أحد أصليه إما كلب أو خنزير، إما كلب أو خنزير، هذا هو السبب. فقال إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما، أي من الكلب والخنزير أو من أحدهما مع حيوان طاهر. فمثلا لو افترضنا أن كلبا جاء إلى ماعز وجامعها وتولد منهما حيوان، هذا الحيوان لا يطهر بالدباغ، جلده لا يطهر بالدباغ، هذا الحيوان نجس مثل الكلب، مثل الكلب، فلا يطهر بالدباغ، فلا يطهر بالدباغ. وعظم الميتة وشعرها نجس. هنا الشارح يتحدث عن عظم الميتة، العظام، عظام الميتة وشعرها. الشعر ربما يكسو كل الجلد، وربما على الرأس، لأننا عندما نقول الميتة تشمل كل حيوان بما في ذلك الإنسان، بما في ذلك الإنسان، وسنرى استثناء الشيخ من ميتة الإنسان. فيقول وعظم الميتة وشعرها نجس، أي تشمل النجاسة كلا العظم والشعر. فما هي الميتة؟ الميتة هو حيوان مات عن حتفه، هو حيوان مات بشكل طبيعي. فهل نقول ميتة الحيوان الذي ذبح؟ لا نقول ميتة، هذا الحيوان هو حيوان مذبوح، أي ذكي ذكاة شرعية، هذا الحيوان ذبح ذبحا شرعيا فهو ليس ميتة. ولذلك جلد الحيوان المذبوح حلال، جلد الحيوان المذبوح وشعره حلال. قال وعظم الميتة وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا نجسة، يعني بقية الميتة، بقية الميتة، الحيوان الذي مات عظمه وشعره ولحمه وشحمه وكل ما فيه نجس على الإطلاق. وأريد بها أي يعنى بالحيوان الميت الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية. هنا أوضح الشيخ
أن ما نعني به الميتة هو الحيوان الذي توفي، الحيوان الذي مات بغير ذكاة شرعية، أي بغير ذبح أو نحر شرعي. هل تعرفون الفرق بين الذبح والنحر؟ الذبح بالسكين والنحر فصل لربك وانحر. أها، تفضل شيخ. لا، الذبح يستخدم، هناك الحيوان، بعض الحيوانات تذبح من هنا، مثلا الماعز والضأن وغيرها تذبح من هنا، أما الجمل والزرافة تذبح من هنا. إذن الحيوانات التي تذبح من هذه المنطقة ذبحها ذبح، أما الحيوانات التي تذبح من هنا هو النحر، هو النحر. فهذه هي التفرقة. فقال الزائلة الحياة، أي الحيوان الذي أزيلت حياته، أي توفي مات بغير ذكاة شرعية، بغير ذبح شرعي، لم يذبح، هذا الحيوان هو الميتة. فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطنها ميتا. هنا افتراض، لو مثلا ذبحنا شاه وهذه الشاه كانت حامل، في بطنها جنين، في بطنها حيوان آخر، إذا ذبحناها فهل نستطيع أكلها والانتفاع بها هي فقط ونعتبر الجنين ميتا، أم نستطيع أن نأكل هي والجنين؟ تفضلوا، شو رأيكم؟ أصلا جنين الميتة تبع للأم، إذا ذبحت ذكاة شرعية، إذا ذبحت بطريقة شرعية فالجنين أيضا مذبوح مع أمه، نستطيع أن نأكله ونستطيع أن ننتفع به، لأن حياته، حياة الجنين، ليست منفصلة عن حياة الأم. إذا انفصلت وأصبح حيوانا مستقلا نستطيع أن نقول نحتاج إلى ذبحه مثل أمه، أما إذا كان في بطنها ويتنفس عبرها ويتغذى عبرها فهو ليس منفصلا، فحكمه حكم الأم، حكمه حكم الأم. تفضل حبيبي. ايوه طاهر، ايوه نستطيع. هذه المسألة يعني حاجتها الماسة تظهر، مثلا بعض أهل البادية يستخدمون جلود الحيوانات كمصلى مثلا، يستطيعون يعني أن يناموا عليها ويستطيعون أن ينتفعوا بها. فإذا ذبحت مثلا بقرة، إذا ذبحت هذه البقرة فجلدها حلال ولو كان عليه شعر، أما إذا ماتت ميتة طبيعية بغير الذبح نستطيع أن ننتفع بالجلد من الجهة التي تلي الجلد، نستطيع أن نطهرها بالدباغ، أما هذا الشعر فلا يستطيع أحد أن يطهره، إما نزيله إزالة تامة، وإما يكون الشعر من الجهة التي تلي الأرض، يعني نغلبها ونصلي على الجهة التي عملنا معها الدباغ. هل هذا واضح؟ تمام. لأن ذكاته في ذكاة أمه، أي ذبحه مع ذبح أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات، أي الكتب التي تفصل المسائل تفصيلا عاما، يعني يمكنك أن ترجع إليها. ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي،
أي الإنسان، فإن شعره طاهر كميتته. هذا الاستثناء إذا مات إنسان نقول هذا الإنسان طاهر، هذا الإنسان شعره طاهر وجلده طاهر وكله طاهر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم يلازم الإنسان حيا وميتا، يلازم الإنسان في كل أحواله. فنقول الإنسان أو الآدمي أي أبناء آدم كلهم يعني يشملهم هذا التكريم. وهناك ميتة أخرى نقول إنها طاهر، من يتذكر هذه الميتة؟ هناك ميتة غير الإنسان، يعني استثنينا الإنسان من كل الميتة التي ذكرها الشيخ الجراد والسمك، يعني الحيوانات الموجودة في البحر لو ماتت ميتة طبيعية فهي حلال زلال، يعني لا نقول إنها نجسة، يعني طهارتها طهارة كاملة. أيوة أيوة. يضيف الشارح هنا الجن، ميتة الجن كذلك يقول هي طاهرة، لا نعرف إذا كنا نستطيع أن نرى ميتة الجن وما هي الفائدة من ذكرها هنا. تمام. هذا الفصل أوضحنا أن كل الجلود تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وذكرنا أننا استثنينا من هذا ميتة الإنسان فهي طاهرة في كل الأحوال. فصل أي باب في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما لا يحرم، في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما لا يحرم. ذكرنا في الدرس السابق مقاصد الطهارة الأربعة، وقلنا الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، وذكرنا وسائل الطهارة فقلنا الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، هذه كانت أيضا أربعة. وذكرنا أيضا وسائل الوسائل وهي الأواني والاجتهاد، هنا دخلنا إلى وسائل الوسائل أي في بيان ما يحرم استعماله من الأواني، لأن الأواني هي التي نستعملها في الطهارة، نضع فيها المياه التي نتطهر بها. وبدأ بالأول فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. شيخ عبد الله هل تستطيع أن الأنوار ليست كافية، حتى لو أضعت هذه الأنوار لكانت أحسن. تمام جزاك الله خير. وبدأ بالأول وقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. هنا ذهب الشيخ إلى ما يجوز وما لا يجوز استعماله من الأواني، فاستثنى من الأواني التي نستطيع استعمالها في الطهارة والأكل والشرب وغيرها، استثنى من هذه الأواني آنيتين،
آنية مصنوعة من ذهب وآنية مصنوعة من الفضة، وكلا المعدنين هما المعادن النفيسة التي يصنع منها النقود، الدرهم والدينار، وهذه هي المعادن التي تعتمد أيضا أو في نذهب إن شاء الله ونرى هذه المعادن في باب الزكاة بإذن الله جل وعلا. ودليل هذا ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير والديباج، والديباج هو نوع من أنفس أنواع الحرير، قال: لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، في صحافها، والسبب فإنها لهم في الدنيا، أي فإنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا الحديث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشياء. أولا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمة لبس الحرير والديباج، وهذه الحرمة تقتصر على الرجال دون النساء، فالحرير، لبس الحرير حرام على الرجال حلال للنساء. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز أكل وشرب الإناء المصنوع من الذهب والفضة والصحائف، أو والصحاف هي جمع صحيفة، وهي الآنية المبسوطة التي توضع عليها، أو الصفحة، الصحفة، هذه الآنية التي توضع عليها الطعام. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنها للكفار في الدنيا، أي يستطيعون أن يتمتعوا بها كيفما شاءوا، ولنا نحن المسلمين في الآخرة. ويستدل أيضا في حرمة هذا حديث آخر أورده إمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هذا الحديث خروته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي من يستحل ويستعمل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنه يعاقب يوم القيامة على تقطيع بطنه بهذه المعادن الذهب والفضة. هذه الأحاديث تدل على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. والأواني، لفظ الأواني هو الآنية، هو الآنية، مفردها إناء وجمعها آنية، والأواني جمع الجمع، الأواني جمع الجمع، وهو الوعاء، وهو الوعاء. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الأشياء، لكن الفقهاء قصدوا لفظ الآنية إلى ما هو أعم، لم يقصدوا ما نستعمله في الطعام والشراب، بل قصدوا إلى شيء أعم، إلى شيء أعم. وغالبا أصحاب كل فن لهم اصطلاحهم، ويقول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا مشاركة في الاصطلاح، كل فن له اصطلاحاته. فهم يعنون كل ما ينتفع به الإنسان عن طريق الاستعمال، كل ما ينتفع به الإنسان عن طريق الاستعمال.
مثلا لفظ الوعاء يطلق على الشيء الذي يوضع فيه مثلا الطعام أو الشراب، هذا هو الوعاء. أما لفظ الآنية فأعم، يدخل فيه السكين مثلا، هل السكين آنية يعني أو وعاء؟ يعني لا نقول وعاء بل هي من الآنية. تدخل فيه الشوكة التي نأكل بها المعكرونة وغيرها، تدخل فيها الملعقة، تدخل فيها الكثير من أصناف الآنية. فالتحريم يشمل كل وجوه الاستعمال هذه. فقال: لا يجوز لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. لماذا قال رجل أو امرأة؟ لأن الذهب يجوز للمرأة في الحلي وليس في الاستعمال، أي تستطيع المرأة أن تتزين بالذهب كقلادة وأساور وغيرها وسلاسل وغيرها من الأشياء التي جرت العادة في النساء عندما يتزينون بالذهب. فيعني اقتصر التحريم على الأكل والشرب في هذه الحالة ولا غيرهما. وكما يحرم استعمال ما ذكر، هذا هو الشيء الأول. الشيء الأول ذكر أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. الشيء الثاني قال: وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال. لماذا؟ مثلا اشتريت كأسا من الذهب فقلت أنا لا أشرب ولا آكل في هذا الكأس، لكن هذا الكأس للزينة، أضعه في بيتي عندما يدخل علي الضيوف يرون أن هذا الكأس من ذهب وهذا للزينة فقط، فهذا حرام، بسبب أن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال. مثلا وضعت هذه الملاعق أو هذه الكؤوس في البيت للزينة، بعد ذلك ربما يعني جاءني ضيوف، أعطيت هؤلاء الضيوف ما معي من الأواني فنفذ، بعض الضيوف لم يكن عندهم أواني يأكلون بها، أبحث يعني أقول ممكن أستخدم هذه فقط اليوم لأنني لا أجد غيرها، فهذا يعني غالبا ما يحدث مع بعض الناس. فقال: لا يجوز اتخاذه من غير استعمال. من غير استعمال، ويدخل من غير استعمال مثلا كالتجارة، أن أشتري أواني الذهب والفضة وأقول لا أستعملها ولا أكتنزها مثلا كزينة لكن أبيعها للناس، هذا البيع لا يجوز، لأنه يحرم علينا أن نساعد الآخرين فيما لا يجوز، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فقال: ولا كما يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. هل نستطيع أن نتطهر بها؟ مثلا أن نأخذ آنية الذهب ونضع فيها الماء ونتوضأ بهذه المياه؟ صح. لا يجوز أن نحتفظها كزينة، ولا يجوز أن نستعملها في شرب ولا في أكل، ولا يجوز أن نستعملها حتى في طهارة، فكافة وجوه الاستعمال حرام،
كل وجوه الاستعمال حرام. هنا شيء آخر، ربما وجدت هدية من صديق لك، ربما هو غير مسلم، أهداك مثلا كوبا من ذهب، فما الذي تفعله؟ هل تحرق؟ تمام. يعني إذابة هذا الشيء، يمكنك أن تأخذه إلى تجار الذهب أو صائغ ويستطيع أن يعوضك بالمال، ربما يشتري منك ويغيره من غير استعمال آخر، لأننا نستطيع أن نكتنز الذهب مثلا كسبائك، إذا كان الذهب على هذا الشكل سبيكة نستطيع أن نحتفظ بها عادي، أما استعمال كآنية كوعاء هذا هو الحرام، هذا هو الحرام. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة. قبل أن أدخل في هذا أريد أن أنبه أن الإمام النووي في كتابه المجموع قال: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في آنية في إناء ذهب أو فضة. هذا هو قول الإمام النووي في كتابه المجموع، فهذا هو إجماع كما ينص عليه الحديث، أيضا هو إجماع من علماء الأمة كلهم. فقال: ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء يعرضه على النار. مثلا أخذنا إناء مصنوعا من حديد وصبغنا عليه صبغة الذهب، يعني أدخلناه في سائل الذهب فاكتسب هذا الإناء لون الذهب، لون الذهب، فهل نقول هذا يجوز؟ هنا الشيخ فرق بين كيفية اكتساب هذا الإناء لون الذهب والفضة، فقال: إذا اكتسب هذا الإناء لون الذهب والفضة بالحرق، مثلا نعرف أن المعادن دائما عندما تضيف إليها أو يعني تعمل لها أشكال لا بد أن تصل إلى درجة حرارة عالية، فإذا اكتسب هذا الإناء لون الذهب والفضة بالحرارة، بالحرارة أي عرضناه للنار، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. إذن إذا لم يكن من حرارة مثلا كصبغة الذهب والفضة عليها بدون حرارة، بدون حرارة هذا يجوز، لكن الراجح أن المعادن لا تكتسب إلا بدون، لا يعني يمكن أن نكتسب لون الذهب والفضة إلا بحرارة، هذا هو المعمول به. ذكرنا في الحديث أن الحرير ممنوع، صح؟ هل يجوز لنا التجارة بالحرير؟ قلنا آنية الذهب والفضة حرام حتى في التجارة، فما حكم التجارة بالحرير؟ فضل شيخ. أوكي، ما شاء الله ما شاء الله، هذا يجوز، لأننا قلنا أن هذه الحرمة لا تشمل الرجال والنساء، فالنساء لهم الجواز، يعني يجوز لهم استعمال
الحرير والديباج، لذلك نستطيع أن نبيعها. التجارة فيها حلال من غير يعني بخلاف الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. تمام. قلنا ويجوز استعمال إناء، ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة، يعني الحرمة في استعمال الذهب والفضة كمعدنين هي حرمة تقتصر عليهما. ما السبب؟ قال العلماء: الذهب والفضة من المعادن التي يعرفها عامة الناس، كل الناس يعرفون أن هذا ذهب وهذه فضة، يعرفون. والناس أحيانا تستخدم هذه الأواني لتظهر يعني مدى ثرائها، أن عندها الأموال الكثيرة. مثلا الأغنياء ربما يستخدمون آنية الذهب والفضة ويضيفونها ربما بعض الفقراء، فإذا رأى الفقير أنه لا يملك قوت يومه ويرى غيره يشرب بآنية الذهب والفضة، يأكل بملقعة الذهب والفضة، فإن هذا ربما يعني يدخل في قلبه شيئا من المرض، يعني ربما يحس بعض الشيء الحزن والكآبة. لذلك يعني حفاظا على هذا قالوا العلماء هذه الحرمة سببها هذا. وأيضا يعني هي من الإسراف، من الإسراف التي نحن في غنى عنها أن نستخدم هذه الأواني. عندما نتحدث عن الذهب والفضة لا نعني كل الأشياء الغالية، وربما أغلى من الذهب لا يجوز لنا استعمالها. مثلا اللؤلؤ يعني معدن نفيس، إذا صنعنا منه إناء نستخدمه عادي، لأن الناس كلها لا تعرف كل المعادن، لا تعرف كل المعادن كما تعرف الذهب والفضة. فقال ويجوز استعمال إناء غيرهما، إناء آخر غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة، أي من الأواني التي صنعت من معادن نفيسة، مثلا كإناء ياقوت. ياقوت هو معدن نفيس، هذا الإناء يعني غالي جدا، غالي جدا وأغلى من الذهب والفضة. ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. يقول يحرم الإناء المضبب، أي الإناء الذي انكسر، الإناء الذي انكسر وربما رمم ويعني أصلح ما كسر منه بشيء من فضة، بشيء من فضة. فإذا وضعت هذه هذا الكسر فضة والسبب كان للزينة يعني للتباهي، أن نقول هذا الإناء جزء منه من معدن الفضة، فهذا لا يجوز. يحرم الإناء المضبب بضبة، أي المرمم أو الذي أصلح في خلل فيه يعني قطعة من فضة كبيرة عرفا، كبيرة عرفا لزينة، هذه محرمة. يعني كم هي نسبة ما نقول هو كبير أو صغير؟ كيف نعرف أن هذه الضبة كبيرة أو صغيرة؟ يقول العلماء نرجع إلى العرف، والعرف هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، يعني إذا رأت العقول ربما تقول هذه كبيرة،
فهذا يرجع إلى العرف، والعرف دائما في الفقه الإسلامي يعني هو مرد الكثير من الأمور، الكثير من الأمور يرجع إليها في عرف الناس وعاداتهم. فقال إذا كانت الضبة التي أصلح الخلل فيها كبيرة، وسبب هذه الضبة كانت لزينة للجمال، فهذه حرام. فإن كانت كبيرة لحاجة، إن كانت كبيرة لزينة حرام، إن كانت كبيرة لحاجة يعني لم نجد غيرها لنصلح هذا الخلل في هذا الإناء جاز مع الكراهة، أي يجوز لكن هناك كراهة، والكراهة في الشرع هو ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، هي بخلاف السنة كما ذكرنا. أو صغيرة، إذا كانت الضبة صغيرة عرفا لزينة، يعني عندما ننظر إليها نقول هذه ضبة صغيرة، لكن سبب إضافة هذه الفضة إلى هذا الإناء هو بسبب الزينة، يعني أصلحنا ما فسد من هذا الإناء بضبة صغيرة من فضة ونقصد بها الزينة، هذه أيضا كرهت يعني مكروهة. أو لحاجة، إذا كانت الضبة صغيرة لكن سببها حاجة وليست زينة فلا تكره. إذن قسمنا الأمور إلى خمسة أقسام، الأولى حرام، ضبة كبيرة يعني انكسر الإناء ووضعنا قطعة من فضة لإصلاح هذا الخلل، وهذه القطعة كبيرة ونريد بها الزينة، هذه حرام. أما الأربعة الباقية حلال. ما هي الأربعة الباقية؟ إذا جمعت الكبر والحاجة، إذا كانت كبيرة لكن لم نجد غيرها يعني احتجنا أن نرمم هذا الإناء بهذه الضبة، هذه كراهة. وصغيرة لكن لزينة، صغيرة لزينة أيضا كراهة. صغيرة لحاجة، الضبة صغيرة لكن لحاجة لم نجد غيرها أيضا كراهة، يعني إباحة، صغيرة لحاجة إباحة. هذه هي أقسام إذا أضفنا ضبة أو إذا أصلحنا خلل إناء منكسر بفضة، إذا أصلحنا هذا الانكسار أو هذا الكسر بشيء من فضة، هذه هي أوجه الحل والحرمة. أما ضبة الذهب، إذا أضفنا، إذا انكسر إناء ولم نجد غير الذهب لإصلاح هذا الإناء فلا يجوز، فتحرم مطلقا كما صححه النووي، الإمام النووي من المحققين في المذهب الشافعي، يعني أوضح أن أي إناء أضيف إليه الذهب فهذا لا يجوز، حرام مطلق، حرام مطلق. ما الدليل في هذا؟ الدليل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم، أي إناء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صحابي رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع، يعني رأيت أنس بن مالك كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدته أمه، أم أنس أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خادما عنده، فكان عمره 10 سنين وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر أنس كان 20، فقال يعني وجدت عند أنس بن مالك وعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه، فانكسر هذا الوعاء
فأصبح فأصلح أنس بن مالك من كسر من هذا الوعاء بسلسلة من فضة. قال: وقد انصدع أي تشقق فسلسله بفضة، أي جعل له سلسلة، يعني سلسلة دائرية من فضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، أي من خشب. كان هذا الوعاء مصنوع من خشب، كان وعاء كبيرا. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يعني خلل هذا الوعاء قد أصلح بفضة وشرب منه، فهذا يعني دليل على جواز إصلاح يعني شيء من الفضة بالإناء الذي انكسر. ويعني المسلمون عموما ينبغي عند استعمال الأواني أن يكونوا في الوسط، أن يكونوا في الوسط، ألا يدخلوا إلى الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما مدح المؤمنين مدحهم بقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. هنا نأتي إلى شيء آخر، وهو: هل يجوز أن نزين الذهب والفضة على الجدران مثلا أو على السقف؟ شيخ فضل، الشيخ قال نعم. أيوة، هل نستطيع مثلا أن نزينها على سقف البيت أو جدار البيت أو على مثلا البلاط؟ كيف يكون الحاجة يا حبيبي؟ هذا ذهب هذا ذهب وفضة، يعني نزينها في الجدار؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لأننا إن قلنا استعمال الأواني، مع أننا نستعمل الآنية، يعني الآنية للاستعمال، أما الجدار يعني يكفي أن تكون داخل البيت. الجدار أي يعني لو كان مصنوعا من حجر أو من يعني أي شيء يمكن أن تنتفع به، أما الذهب والفضة عليهما هو لأجل الجمال، لأجل الزينة، وهذا لا يجوز. يحرم تزيين البيت، الجدران، السقوف، البلاط، الأبواب بذهب أو فضة، أو حتى بالطلاء عليهما، أو بالطلاء عليهما. فصل في استعمال فضل حبيبي، هذه ليست ذهب، هذا هو لون. أيوة، ما يوجد على بعض جدران أو بعض أعمدة المسجد النبوي هو لون الذهب وليس الذهب، هو لون الذهب. فصل أي باب في استعمال آلة السواك. لفظ السواك يطلق على الآلة، على الآلة التي نستخدمها، ويطلق أيضا على عملية تنظيف الأسنان، فنقول السواك، عملية تنظيف الأسنان هي سواك، وما يعني ننظف مثلا فرشاة الأسنان هي سواك، وعملية التنظيف هي سواك. إذن يطلق على هذين. فيتحدث الشيخ أو مؤلف الكتاب هنا في استعمال آلة السواك، والسواك من الأمور العشرة التي ذكرت في الحديث على أنها خصال الفطرة، الأمور التي كان الأنبياء عليهم السلام يفعلونها وتوافق فطرة الإنسان السوي.
هذه الأمور العشرة ذكرت في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قالت عشرة من الفطرة، أي عشر خصال، عشرة أمور من الفطرة، وذكرت منها قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم هي المكان التي يجتمع فيها الأوساخ، مثل يعني هذه الأجزاء من الأصابع، ونتف الإبط، نتف الإبط من الشعر، وحلق العانة هي الشعر التي تنبت على أعلى الفرج، وانتقاص الماء. انتقاص الماء أي التطهر بالمياه بعد دخول الحمام، يعني الاستنجاء. هذه الأمور العشرة من خصال الفطرة، وذكر منها آلة السواك أو السواك. السواك سنة من سنن الوضوء، وسنة في كل الأوقات، سنة في كل الأوقات. يظهر أو نستمد من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أورده الصحيحين البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. مع كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أنني أخاف مشقة على أمتي لقلت هذا واجب، يجب أن تنظفوا أسنانكم مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. مع كل وضوء، فالوضوء فالسواك يعني بهذه الدرجة، وهو من سنن الوضوء، هو من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه، يعني يطلق لفظ السواك على ما ينظف به، على ما ينظف به الإنسان أسنانه من أراك. الأراك هو شجر يعني بعض عوده يصلح لتنظيف الأسنان، يسمى الأراك. ونذكر هنا على سبيل الطرفة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء يوما من الأيام إلى بيته، بيت فاطمة، فرأى في فم فاطمة سواكا، رأى أنها تطهر وتنظف أسنانها، فأصبح يتحدث مع هذا السواك، فقال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، يعني حصلت على فمها، دخلت إلى فمها، أما خفت يا عود الأراك أراك، يعني ألا تخاف أن أراك ويعني يصيبني الغيرة على هذا السواك؟ فقال: لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هذا يعني من باب الرومانسية الحلال، يعني الحلال. فقال ونحوه: والسواك مستحب أي سنة في كل حال، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت في حديث البخاري وغيره: السواك مطهرة للفم، للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم. هنا ذكر الشيخ أن السواك سنة في كل وقت، واستثنى من هذا الشخص الذي صام عندما تبلغ مع وقت الظهيرة، عندما تبلغ وقت الظهيرة يعني قبل الظهر، غالبا في بطنك بعض الطعام، يعني في مع وقت الظهر تبدأ عملية الجوع، تبدأ عملية الجوع، فقال بعد الزوال، بعد زوال الشمس من كبد السماء يكره أن يستعمل
السواك. استدل فقهاء الشافعية في هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي الريحة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من أغلى أنواع العطور المسك. قالوا: هذه الرائحة تخرج من فمك، فإذا نظفت هذا الفم بالسواك تفقد هذا الأجر وهذه الميزة. لكن العلماء من المذاهب الأخرى أجابوا على ذلك فقالوا: هذه الرائحة لا تخرج من الفم، هذه الرائحة تأتي من البطن بسبب فراغ البطن، لأنه لا يوجد عندك طعام، يعني أنت جوعان، فبسبب جوع البطن تطلع هذه الرائحة. فلو نظفت أسنانك 1000 مرة يعني تبقى هذه الرائحة، تبقى هذه الرائحة. فهذا هو يعني السبب. لا يعني هناك ريح يعني تأتي من الأسنان بسبب عدم النظافة، وهناك ريح تأتي من الجوف من البطن، مثلا إذا لم تأكل الكثير من الوقت مثلا ساعات طويلة، يعني الهواء الذي تخرج من فمك ليست يعني هواء يعني الإنسان يستطيع أن يتنفس بها، يعني ليست هواء طيبة، وهذه الهواء تأتي من البطن بسبب فراغ البطن من الطعام، بسبب فراغ البطن من الطعام. فيقولون: ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال فرضا أو نفلا، أي إن كان صائما صومه، إن كان صائما صوما فرضا مثل رمضان فيكره أن ينظف أسنانه بعد الظهر حتى يعني غروب الشمس، لا يستحب، ليست سنة، بل الأفضل ألا يفعلها. هذا هو قول الشافعية. إذا كان صومه فرضا أو صومه سنة، يعني كلاهما. يقولون: وقد يكره من حيث الكيفية كاستعماله طولا في غير لسان، وقد يحرم استعمال سواك غيره بدون إذن. يعني ربما السواك في هذا الوقت ربما يكون مكروها ذكرناه، وربما يكون حراما، مثلا إذا يعني تعمدت في أن يعني تفعل السواك لشخص آخر، لشخص لا يستطيع أن ينظف أسنانه، أو شخص بغير إذنه، إذا عملت له السواك بغير إذنه فهذا حرام. وربما تكون يعني الحكم ربما يكون واجبا عليك أن تفعل السواك، مثلا إذا كانت رائحة كريهة تطلع من فمك يوم جمعة مثلا بعد الزوال، يوم جمعة إذا يعني كنت تأتي إلى المسجد ورائحة فمك كريهة لابد أن تنظفها، لا تقول إنها مكروهة بل لابد أن تنظفها. وتزول الكراهة بغروب الشمس، أي وقت الكراهة من وقت الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. واختار النووي، الإمام النووي اختار عدم الكراهة مطلقا، فقال: لا كراهة في استعمال السواك لا قبل الزوال ولا بعده، لا للصائم ولا لغيره، لأن الحديث يعني يدل على فضل السواك، وهو حديث عام، حديث عائشة أبو هريرة الذي أورده الصحيحين البخاري ومسلم،
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة أو مع كل صلاة. هذا الحديث عام، وعموم هذا الحديث لا يوجد شيء يعني يخصصه. فقال يعني اختار النووي عدم الكراهة، أنه لا يكره استعمال السواك، وهو أي سواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، أي سنية، أن يكون السواك سنة يعني أكثر أو أقوى من غيرها في ثلاثة مواضع. هذه المواضع الثلاثة يستحب وسنيتها أكثر من غيرها. أحدها، الموضع الأول، هو عند تغير الفم من أزم، يعني عندما تتغير رائحة الفم بسبب أنك لم تأكل يعني فترة من الزمن، أو بسبب أنك كنت ساكتا ولم تفتح فمك، يعني مدة كنت ساكت، عندما تفتح ربما تخرج رائحة يعني كريهة ربما تضر غيرك إذا كان معك. فقال هذه سنة، يعني سنيتها أقوى عند تغير الفم من أزم. قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل، يعني كلاهما صحيح، أن الأزم بسبب السكوت الطويل أو بسبب ترك الأكل. وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل كريه من ثوم وبصل وغيرهما. يعني هذا الوقت الذي تكون عملية السواك أفضل وأكثر سنة، يعني أكثر استحبابا من غيرها أو أشد استحبابا، يعني هو عندما تتغير رائحة الفم، ربما بسبب السكوت الطويل، وربما بسبب ترك الأكل، وربما بغيرهما. مثلا إذا أكلت ثوما أو طعاما له رائحة، ويستطيع الإنسان أن يعني يشم هذه الرائحة من يعني من حديثك، عندما تتحدث هذه يعني الرائحة تصيب الإنسان، هذا يعني أشد استحبابا. ونضيف إليها مثلا من يدخن يعني لابد له أن يستعمل السواك، لأن التدخين له رائحة مضرة. إذا جاء إلى المسجد وصلى معك المدخن، والله يعني أحيانا ربما تنوي أن تقطع الصلاة، ربما تنوي يعني هذه الرائحة يعني كريهة. والثاني عند القيام، أي الاستيقاظ من النوم. هذه المرة الأولى كانت يعني عند تغير رائحة الفم، الثانية هي عند الاستيقاظ من النوم، عندما تستيقظ من النوم. تفضل. أصلا صلاة الجماعة في حق الرجال بعض العلماء يقولون سنة مؤكدة، وبعضهم يقولون واجب، بعضهم يقولون واجب، واستدلوا بها قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، قالوا هذا أمر صريح من الله سبحانه وتعالى أن نصلي مع الجماعة. فإذا استطعت أن تذهب إلى المسجد فهذا أفضل وأقوى من حيث الأدلة. بل يعني استدل بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أقوم وأخذ بعض الرجال من أصحابي وأحرق على ناس بيوتهم بسبب أنهم لم يأتوا إلى صلاة الجماعة في المسجد. إذن هذا عقاب، والعقاب غالبا ينتج في ترك واجب، لا يعاقب على إنسان شيء من السنة، لا يعاقب على إنسان شيء من السنة، وهذا يعني كان عقاب نوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله.
والحديث يعني الواردة في موضوع صلاة الجماعة إن شاء الله سنصل إليها في محلها ونتحدث إن شاء الله بالتفصيل. يعني في تغير الفم. الأفضل عدم الذهاب للمسجد، لأن الحديث كان لا يقرب مساجدنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مساجدنا، هذا هو الأفضل أن يبقى في البيت، والأفضل والأحسن أن يجتنب تناولها في أوقات تكون الصلاة قريبة، تكون الصلاة قريبة لأجل أن يوفق بين الجماعة ويعني أكلها. ربما تأكل قبل النوم كعادي، ربما تأكل في وقت يكون يعني يكون وقت الصلاة يعني بعيد، وربما تزيل هذه الرائحة يعني قبل الصلاة. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، والدليل الحديث الآن في الذكر الذي ذكرناه، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني قبل الصلاة الأفضل أن يعني تستعمل السواك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستخدمون السواك حتى في المساجد. هنا لو أخذت سواكك وأتيت إلى المسجد يقولون هذا والله إنسان متخلف يعني. بل بعض الصحابة كانوا يضعون السواك على الأذن، يعني كان يلازمهم كما يصنع أهل الحرف، مثلا النجار دائما يضع القلم الذي يعمل عليه العلامات يعني على أذنه، كانوا يضعون السواك على الأذن، يستخدمون السواك في كل حين، في كل حين، وهذا يعني أفضل. استغفر الله العظيم. تمام. والثالث هي عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، يعني السنة أن تستعمل السواك عندما تريد أن تصلي، لأن الصلاة هي ملاقاة مع الرب جل جلاله، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون فمك طاهرا نظيفا لا ينتج عنه رائحة كريهة. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة، أي أفضليتها يعني تظهر في غير الثلاثة المذكورة مما هو في المطولات، أي في الكتب التي تشرح الكثير من الفروع، كقراءة القرآن مثلا، عندما تقرأ تريد أن تقرأ القرآن الأفضل أن تستعمل السواك، واصفرار الأسنان عندما تتغير، عندما يتغير لون الأسنان إلى الصفرة، هذه أيضا من الأوقات التي يتأكد استخدام السواك فيها. ويسن قبل أن أدخل إلى السنن، لم يذكر الشيخ هنا أيضا من السنة، أيضا من الأوقات التي يستحب ويتأكد استخدام السواك فيها، عندما ترجع إلى البيت بعد العشاء. عائشة رضي الله عنها قالت، سئلت في حديث عائشة في مسلم، سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، لأنك تدخل على زوجتك مثلا، إذا دخلت عليها وفمك متغير وتنتج منه رائحة كريهة، هذا ليس شيء يعني يستزاغ، كما ينبغي أو كما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، يجب عليه أيضا أن يتنظف ويتزين ويطهر فمه، هذه الأمور لابد أن يفعلها. ويسن إن شاء الله نختصر على بقي 14 دقيقة صح؟ تمام. ويسن أن ينوي بالسواك السنة، ويسن أن ينوي بالسواك السنة، أي أن يفعل، أن يضع في نيته أن هذا السواك سنة،
وأن يفعلها بطريقة توافق السنة، يعني الطريقة التي كان يستاك بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان يستاك؟ وأن يستاك بيمينه، أولا أن يستخدم يد اليمين في السواك، أن يطهر فمه بيد اليمين، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، أن يبدأ عملية السواك أو التطهير التنظيف من الجهة اليمنى، من جهة اليمنى من الفم، من جهة اليمنى من الفم، هذه الجهة لابد أن يبدأ بها، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا، أي أن ينظف سطح الحلق، يعني أن ينظف سطح الحلق، أن يعني يبالغ في عملية التنظيف، ألا يقتصر على الأسنان فقط، بل أن يبالغ في التطهير أو التنظيف. وعلى كراسي أضراسه، أيضا أن ينظف الأضراس، الأضراس ألا يقتصر تنظيفه على الأسنان الظاهرة، بل أيضا في الداخل الأضراس أن ينظف هذه الأضراس. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينظف أسنانه. ولا بأس أن يستخدم الإنسان فرشاة الأسنان، أو يستخدم الأراك كما ذكرنا، أو يستخدم أي مادة، أي شيء لا يضر اللثة أو الفم، ويستطيع أن يطهر وينظف بها أسنانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وعملنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نغتصر بإذن الله تعالى اليوم في هذا القدر إن شاء الله. إذا كان هناك أي سؤال قبل إن شاء الله الأذان. حبيبي حبيبي، أي سؤال في الموضوع؟ ولا ما شاء الله الجماعة فهموا. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.